خلاص المنتخب الانجولي ارتكب اكتر من 4 أخطاء شخصيه، اي خطا شخصي يمنح عن طريق المنتخب التونسي رميتين فرتين بشرط حيازه الكره. ينجح مروان كشريت في احراز الرميه الحره الاولى. 21 نقطه في هذا اللقاء. ويهدر الرميه الحره الثانيه ولكن برج المراقبه موجود. صالح مجدي 2 متر و17 سنتي، وليد 86. بن رمضان، تمويه من بن رمضان، دريبلينج ومحاولة للديلي والكيك اوت، ولكن اللاعب رضوان سليمان يلامس الحد الجانبي للملعب والاوتسايد لمصلحة المنتخب الانجولي. وهذه النتيجة واضحة تماما تماما على انصار المنتخب الانجولي اسياد افريقيا. محاولة للتصويب ايضا من خارج قوس الـ3 نقاط والمتابعة الهجومية. المنتخب الانجولي المصنف رقم 13 عالميا من جانب الفيبا، والمنتخب التونسي المصنف رقم 37. صالح مجري يرتكب ثاني اخطاءه الشخصيه، ولكن خلاص دي 44 ثانيه والفارق هو فارق 16 نقطه. دي يعني دكه البدلاء سعيده فرحانه، المعنويات مرتفعه. رميتين حرتين للاعب ليونيل باولو. يهدر الرميه الحره الاولى. اهدر ايضا الرميه الحره الثانيه، ولكن المتابعه الهجوميه في امتلاك السلتين في الكادر الهجومي للمنتخب الانجولي، وتصويبه من خارج قوس الـ3 نقاط وخطا شخصي من امير رزيق يمنح عن طريقه اللاعب كارلوس مورياس 3 رميات حرة، والخطا الشخصي الثالث ضد امير رزيق بيرفع ايديه اعترافا بارتكاب الخطا الشخصي، احد بروتوكولات لعبه كره السله، والجميع فرحان سعيد. الوقت يمر والفرحه تزداد. كارلوس مورياس ينجح في احراز الرميه الحره الاولى. وينجح ايضا في احراز الرميه الحره الثانيه. وينجح في احراز الرميه الحره الثالثه. 61-48 يتقلص الفارق الى فارق 13 نقطه. لونج باس ولكن لا يريد المنتخب التونسي انهاء الهجمه، يريد الديلي الفريزنج تاخير انهاء الهجمه لاخر الثواني من زمن 24 ثانيه 7 ثواني. محاوله المرور والخطا الشخصي ضد اللاعب ليونيل باولو، والخطا الشخصي لمصلحه اللاعب مروان كشريد، والخطا الشخصي الرابع ضد ليونيل باولو. كلا الفريقين يتخطى حاجز الـ4 أخطاء شخصية. أي خطأ شخصي في الـ82 ثانية المتبقين من زمن هذا اللقاء يستوجب رميتين حرتين بشرط حيازة الكرة. مروان كشريد يهدر الرمي الحرة الأولى. أعضاء السفارة التونسية. ويهدر ايضا مروان كشريد الرميه الحره الثانيه. اخر 77 ثانيه والتصويب الخارق قوس الـ3 نقاط، وينجح اللاعب دومينغوز في احراز تصويبه ثلاثيه لتقليص الفارق الى فارق الـ10 نقاط في اخر 73 ثانيه. والمان تو مان بريس فول كورت، دفاع رجل لرجل ضغط بطول الملعب يبدا في الظهور. وامبروسيو يخصى من استكمال هذا اللقاء بعد احرازه وارتكابه الخطأ الشخصي الـ5، والبديل هو اللاعب رقم 10 جواكيم جوميز.
بن رمضان ينجح في احراز الرمية الحرة الاولى. ويهدر الرمية الحرة الثانية. خلاص انتهى، انتهى الوقت المستقطع، والتأكيد على التصويبات الثلاثية زي ما قلت لحضراتكم للمنتخب الأنجولي. خلاص آخر 62 ثانية، 11 نقطة فارق، 62-51. ومحاولة للدرايف، وادي البلوك شوت، البلوك شوت الناجح لصالح مجري. خلاص اخر 46 ثانية والفارق هو فارق 11 نقطة، والخطأ الشخصي للاعب محمد حديدان جواكيم جوميز يرتكب ثالث أخطائه الشخصية. هذه بداية الفرحة خلاص، وعلى الجانب الآخر الحزن والأسى لأنصار آسيات أفريقيا، بيتخلى عن اللقب المنتخب الأنجولي. بعد 6 ألقاب متتالية. واحتدان ينجح في إحراز الفري ثرو. آخر 41 ثانية، 64-51، وليه أب شوتنج بعيد المدى، والمانتومان مستمر، ولكن الهدف منه هو حفظ ماء الوجه ليس إلا في محاولة لإنهاء البطولة بأقل فارق ما بين المنتخب الأنجولي والمنتخب التونسي، ويصبح ليونيل باولو ثاني اللاعبين إقصاء من هذا اللقاء لنفاذ محافظتهم الدفاعية بارتكابهم 5 أخطاء شخصية. عودة للاعب أرماندو كوستا، فرق 11 نقطة. رضوان سليمان يهدر الرمية الحرة الأولى. صفر النقاط في هذا اللقاء، أحد المميزين في المنتخب التونسي. ويهدر أيضا الرمية الحرة الثانية، ويستمر فرق 11 نقطة في آخر نصف دقيقة من زمن هذا اللقاء. كيك أوت، والتصويب من خارج قوس الثلاث نقاط، والمتابعة متابعة دفاعية ناجحة، والخطأ الشخصي الفاول جيم لا محالة. والفرحة تبدأ، جواكيم جوميز يرتكب رابع أخطائه الشخصية، والفرحة تبدأ على دكة البدلاء، والتهاني للمنتخب التونسي، المنتخب العربي الوحيد اللي وصل للنهائي، ولأول مرة في تاريخ المنتخب التونسي الحصول على بطولة أفريقيا. 15 نقطة لبرج المراقبة. صالح مجري ينجح في إحراز الفري ثرو، ويتسع الفارق إلى فارق 13 نقطة في آخر 20 ثانية، والتأكيد على التصويب من خارج قوس الثلاث نقاط، والاحتفاظ بالكرة من رضوان سليمان. 13 نقطة في آخر 16 ثانية، والمباركة والفرحة تبدأ على دكة البدلاء. ديدان صاحب التصويبة الثلاثية الأولى، هو اللي قص شريط النقاط للمنتخب التونسي في هذه الليلة. زي ما قلت لحضراتكم، المنتخب التونسي المنتخب الوحيد الذي لم يهزم في هذه البطولة.